25 هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. احترام الناجيات من العنف وضمان خصوصيتهم مسؤوليتنا كلنا. كوني قوة للتغيير، تكلمي ضد العنف، معا لمجتمع خالي من العنف المنزلي. إيدي بإيد لنوفر بيئة قانونية بتحمي النساء من العنف. نعم لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف. أنت مش لحالك، إحنا معك وجنبك وبندعمك. نتحد معا من أجل كرامة المرأة الإنسانية. اكسري حاجز الصمت. كونوا جزءا من التغيير.